فعالية الدورة 24 لمهرجان غناوة وموسيقى العالم بالصويرة اختتمت بحفل متميز للفنان حميد القصري وبمشاركة مجموعة من الفنانين. الحفل امتزجت فيه موسيقى غناوة بإيقاعات الموسيقى الغربية، وبنفس المنصة كان جمهور المهرجان على موعد مع حفل آخر أحيت فرقة أمازونيات إفريقيا المكون من فنانات قادمات من بلدان إفريقية مختلفة. مهرجان غناوة وموسيقى العالم بالصويرة في دورته 24 شكل مناسبة لتقديم لوحات فنية وإيقاعات ورقصات متنوعة في الفن الغناوي العريق.